نهاية كل عام دراسي تقيم المدارس احتفالاتها لتخريج أفواج من طلبتها على اختلاف مراحلهم العمرية، فبعد عام مضى يستحق منا أبناؤنا تكريماً يليق بجهودهم التي قدموها خلال العام الدراسي، حيث احتفلت روضة كلية تير سانتا بتخريج فوج من طلبتها برعاية المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان، بحضور الأب رشيد مستريح مدير الكلية وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في الكلية وجموع أهالي الطلبة الخريجين. وفي بداية الحفل ألقت مديرة الروضة السيدة رانيا سابيلا كلمة أشارت فيها إلى أن هدف كلية تير سانتا هو بناء جيل يرقى بقيمة طلبته، لأن تبقى تير سانتا صرحا تعليميا يفتخر بها أبناؤها. لقد سعينا خلال هذا العام لرسم صورا لا تنسى في ذاكرة هؤلاء الأطفال، وعمدنا وكما هو نهج مدرستنا إلى بناء شخصياتهم وإبراز مواهبهم وقدراتهم. وقدم الأطفال خلال الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية والرقصات الفلكلورية ومسرحية وطنية حملت عنوان الانتماء للوطن، تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 71. وهنأ الأب مستريح الطلبة الخريجين متمنياً لهم أعواماً دراسية مكللة بالنجاح والتميز، شاكراً جميع المنظمين للحفل والهيئة التدريسية على ما قدموه للطلبة من جهد خلال عامهم الدراسي. هني أطفال الحياة، هني أطفال المحبة والتسامح والمغفرة والانتماء والازدهار والجمال والخير، لأن هني بدهم يكونوا للبلد، للوطن وللمجتمع وللعالم والإنسانية، وهيك لازم نربي أطفالنا في تير سانتا لحتى يكونوا بنات للأردن وللعالم كله ويكونوا مفخرة إلنا كلياتنا كأسرة واحدة. وفي ختام الحفل سلم المونسنيور كونا والأب مستريح الشهادات على الطلبة الخريجين، وتبادل الجميع الصور التذكارية. وفي مدرسة راهبات الوردية في المصدار أقيم حفل تخريج لأطفال قسم الروضة برعاية وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، وبحضور الأخت كارولين بدر مديرة المدرسة وعدد من الآباء الكهنة وجموع من الأخوات الراهبات وأهالي الأطفال الخريجين وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية. وقدمت الأخت بدر خلال الاحتفال كلمة شكرت فيها راعي الحفل وجميع الحضور الذين شاركوا الأطفال وذويهم فرحتهم بهذا التخريج ليبدأوا مرحلة جديدة من السنوات الدراسية المتقدمة. صوت عزز فينا حب الوطن، ولا يليق التعبير عن هذا الحب إلا من خلال تلك الحنجرة التي تشدو للسلم والحب والحياة الملونة بالأمان والسكينة. وقدم الأطفال خلال الاحتفال مجموعة من الرقصات والمقطوعات الموسيقية والفقرات الفنية المتنوعة. وفي ختام الاحتفال سلم الدكتور حازم الناصر الشهادات للأطفال الخريجين متبادلاً معهم الصور التذكارية، كما قدمت بدورها الأخت بدر درعاً تذكارياً يحمل شعار الوردية لراعي الحفل كعربون محبة وتقدير. وفي محافظة الكرك وتزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال أقامت مدارس البطريركية اللاتينية في المحافظة احتفالات تخريج لكوكبة من طلبتها في عدد من مدارس المحافظة. ففي مدرسة اللاتين ببلدة السماكية رعى النائب هيثم زيادين حفل تخريج الفوج الخامس بعد المئة لطلاب المدرسة بحضور مدير المدرسة السيد زعل حجازين والأب فيتو فاكا وجموع أهالي الطلبة الخريجين. ورحب الأب فيتو فاكا بالحضور الكريم مقدماً شكره للهيئتين التدريسية والإدارية لما تقدمه من أجل هذا الصرح العلمي العريق. وألقى راعي الحفل النائب زيادين كلمة شكر فيها إدارة المدرسة على دعوته للمشاركة بهذا التخريج، لافتاً إلى عراقة هذا الصرح العلمي الذي تربى فيه وتعلم. واشتمل الحفل على تقديم مجموعة من الفقرات الغنائية والوطنية قدمها عدد من طلاب المدرسة. وفي الختام سلم راعي الاحتفال الشهادات على الطلبة الخريجين وتبادل معهم الصور التذكارية. ولا يزال الخريجين من هذه المدرسة
يواصلون أعمالهم ويواصلون تطورهم ويواصلون نجاحاتهم، وكلنا نسعى إلى أن تكون هذه المدرسة مدرسة متطورة كبيرة. أولا بتوجه بجزيل الشكر إلى هذه الطلة الإعلامية، إلى قناة نورسات الأردن، الذين حاضرون أنتم دائما في كل الفعاليات وكل المناسبات في الجنوب. وفي بهذه المناسبة أتمنى لطلابنا يعني كسب المزيد من المعرفة. كما احتفلت مدرسة الفردوس في بلدة أدر بتخريج الفوج 32 من طلبتها برعاية مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب الدكتور أشرف النمري، بحضور الأب بسام الدير والأب بول سبقاعين ومديرة المدرسة السيدة إلهام حدادين وجموع من أهالي الطلبة الخريجين. وقدمت السيدة حدادين كلمة ترحيبية براعي الاحتفال والآباء الكهنة والأخوات الراهبات، مهنئة الطلبة وذويهم على إنجازهم وإتمامهم للعام الدراسي مكللاً بالنجاح والتميز. واشتمل حفل التخريج الذي أقيم على مدرج مركز الحسن الثقافي على فقرات فنية ووطنية ورقصات فلكلورية ودبكات وتقديم مجموعة من الأشعار من أداء طلبة المدرسة. وسلم الأب النمري في ختام الحفل الشهادات على الطلبة الخريجين، كما تبادل معهم الصور التذكارية. نتمنى لطلابنا الخريجين الرائعين حياة مليئة بالعطاء والمحبة والتفاؤل والأمل والنجاح. بقول للجميع الله يعطيهم العافية، بقول للخريجين والأهالي مبروك، وإن شاء الله منشوفهم بالمستقبل رجالات البلد، رجالات الوطن، رجالات هالأردن العزيز علينا جميعا. وفي ذات السياق احتفلت المدرسة البطريركية اللاتينية في محافظة الكرك بتخريج عدد من طلبتها برعاية الأب فرح حجازين وحضور النائب صداح حباشنة وجموع أهالي الطلبة الخريجين. وهنأ الأب حجازين في كلمته الطلبة وذويهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق. وقدمت خلال الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية والفلكلورية أداها طلبة المدرسة، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين من قبل الأب حجازين والنائب حباشنة. نورسات الأردن تهنئ جميع الطلبة الخريجين متمنية لهم أعواما دراسية مليئة بالتفوق والتقدم العلمي، ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم وخدمة وطنهم بإخلاص وتفاني.